اوه يا نواف طفش، تروح معي البقاله يا نواف؟ لا 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 يا لالا، انا بذاكر، علي اختبارات وعلي مذاكر، لازم اذاكر زين. طيب طيب يا نواف، تبغى شيء من البقاله؟ انا بروح. جيبي جيبي اي شيء. طيب يلا. نواف جيت وجبت معاك أكل لك حلو، بتحب أكيد، بتحب أكيد مع الحر، أنا متأكدة. هذا لك وهذا لي. يلا لا 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 لا، ما يصلح الآيس كريم، يعورك بحلقي. فيك يا نواف، ترى واحد بس والجو شفا حر. لا واحد ولا اثنين يعور بالحلق، أنا بذاكر. خلاص خلاص، براحتك براحتك، انا باكل. لذيذ. لا 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 تكثرين، ترى يوجعك. ما عليك ما عليك. خلصت الاول، الحين بخلص الثاني. نواف حلقي، قلت لك يوجعك الايس كريم يا لانا، لا تاكلين ولا تكثرين. والله يا ليتني سمعت كلامك يا نواف. خلاص يا لانا، لا عاد تاكلين ايس كريم. خلاص خلاص. ان شاء الله ان شاء الله، ابشر ابشر، بجيب لك ماء دافي واجيك. طيب طيب. شكرا يا نواف. عفوا يا لانا، انتبه الايس كريم ترى يوجع بالحلق. اي والله يا نواف، خلاص ما عاد باكل ايس كريم، الايس كريم عور بحلقي، بس هالحين خلاص احس احسن احسن من اول.